تحية وترحاب بكم أعزائي المشاهدين على الهواء مباشرة وصباح الصعيد، الركن الحواري الأخير في هذه الحلقة عن كيفية التصدي للشائعات والأكاذيب، الدور الهام للمواطن هو الوحدة الأساسية في بناء الوطن، فبالتالي هو دوره إيه؟ درجة وعيه شكلها إيه؟ المنطق اللي من الممكن إن هو يقرأ بيه الأمور والأحداث ويحللها ويقدر يقف بشكل ثابت أمام هذه السلسلة وهذه الأمواج المتلاطمة من الهجوم والهجمات والشائعات والأكاذيب المتتالية على مصر وعلى الدولة المصرية بشكل الحقيقة فج. خلوني في البداية أرحب بضيوفي في الاستوديو اللي شرفوني في هذا الركن، السادة الصحفيين الأستاذ رضا الدسوقي الصحفي ومدير عام جريدة الكلمة الحرة نيوز. أهلا بك أستاذ رضا. أهلا وسهلا. ايضا برحب بالاستاذ محمد الشوكي الصحفي في جريده وموقع الكلمه الحره نيوز. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا استاذ محمد. الحقيقه في البدايه قبل ما نتكلم عن الوعي وقبل ما نتكلم على هو في اعلام في الدنيا بيبقى موجه كل قنواته وكل منصاته الاعلاميه وكل ما يمتلك من ادوات حديثه جدا ومموله بشكل يعني كبير جدا للهجوم على دوله اخرى هي مصر. يعني ما لا اعتقد ان في دوله في العالم موجه ليها 10 12 قناه غير المواقع الالكترونيه وغير الحاجات دي ليل ونهار عشان خاطر مصر. اتفضل زرد. هو مبدئيا انا عايز ابسط الموضوع عشان المشاهد يفهم. فضل. يعني ايه توجه قناه او اعلامي بشخصه يتوجه لشخص معين او دوله بحجم مصر. معناها في التبسيط البسيط بتاعنا احنا كاعلاميين، اذا شخص مثلا معين صحفي او اعلامي بيتوجه لشركه معينه او شخص معين، طبيعي انت بترد بتقول في مصلحه وراه او في مثلا او جابت فلوس معينه عشان يوجع الشخص ده او مثلا يوصل لمرحله ان هو ابتزاز او تشويه للصوره او فتن بينه وبين الناس اللي بيتعامل معاها. فما بالك بقى ان قنوات كامله مموله باجهزه وبمصورين وبمعدين وبامكانيات قويه جدا، مين اللي بيدفع الفلوس دي وعشان ايه؟ في اهداف وراها، فايه الهدف اللي ورا الكلام ده اللي هي اسقاط مصر واضعافها وابتزازها وعدم استقرار البلد. فلازم المواطن يكون فاهم الكلام ده كويس جدا، ان القنوات دي بتشتغل وبيتصرف عليها المبالغ الطائلة دي والناس بتاخد الفلوس دي، هي لو عندها رؤية ولو عندها فكر ما كانت اشتغلت جوا مصر. لو انت بتعرض عرض جوا بلدك بس عرض بواقع، عرض بحاجة صريحة وواضحة مش بإشاعات وبعلم. يعني هي مش مهنية خالص ان انا في المهنة نفسها أو مهنيا ما ينفعش أن أنا أعارض طول الوقت، ما ينفعش أن أنا أوجه اتهامات طول الوقت. أكيد في إيجابيات معينة أنت ما بتذكرش ولا إيجابية واحدة، ده دليل قاطع عليك أن أنت موجه. طيب يعني يمكن الأستاذ رضا اتكلم في الجزئية دي وقال ده مش إعلام. مش إعلام، مش إعلام، مش إعلام خالص. وده بيسموه في الأستاذ محمد يمكن بيسموه في الجيل الجديد من الحروب حروب نفسية وحروب موجهة لإسقاط دول. ده مش إعلام، ده مش إعلام، دي حروب الجيل الرابع اللي احنا بنواجهها حاليا، اللي هو إطلاق مجموعة كبيرة من الشائعات وابتزاز الدولة وإنك تخلق ضغط سياسي لتوجهات معينة أو مصلحة معينة أنت عايزها من الدولة. فيبدأ يكون ليك رجالتك، الرجالة دي بتشتغل لك بحيث إن هم يوفروا لك غطاء سياسي لأغراض سياسية تانية أنت محتاجها من الدول دي. النهارده ما بقيناش بنشوف الحرب بالمدفع او بالدانه زي زمان او احتلال الاراضي، لان كل ده دلوقتي القوانين الدوليه حرمته وجرمته. فهو بيلجا بقى لاساليب تانية، ان انت مواطن من عندك يكون عندي. وعلى فكره الطريقه التركيه دي هي طريقه مش يعني مش جديده، هم بالفعل استغلوا ده قبل كده في القرن ال15 مع السلطان الغوري هنا في مصر، وكانوا مجندين ناس وقدروا ان هم يعملوا الحاجات دي في مصر في فترات سابقة. لكن النهاردة وعي المواطن نوع من أنواع الغزو الثقافي والفكري وخلخلة الدول من الداخل. بالضبط كده، إن هو بيجي بيكون المواطن بتاعك بيحول لك المواطن بتاعك، بدل ما هو المواطن بتاعك لأ يبقى عدو ليك. فده شيء خطير جدا، وبيستغلوا مواقع السوشيال ميديا وبيستغلوا عدد كبير من الناس. وللأسف في بعض الناس اللي مش عايزين نذكر أسمائهم، الناس دي النهاردة بقوا عبدة للدولار، هو بيقبض فلوس معينه بارقام كبيره فبالتالي بيقول لهم اللي هم عاوزين. وعلى فكره الناس اللي شغاله هناك دي لما هنا في مصر ما حققتش اي نجاح في الاعلام، بل بالعكس كانوا فشله جدا هنا في الداخل. ومش عايزين نذكر اسماء اللي برامج ما كانش ليها اي نسبه مشاهده، فبالتالي لقوا فرصه بره بفلوس كتيره بتمويل معين بتوجيهات معينه واطلاق مجموعه من الشائعات
الكبيره جدا على مصر، مفيش حاجه ايجابيه بيتكلموا فيها، ده هو بالعكس بيشوف الايجابيه ويحاول يحولها لسلبيه ويخلق فيها الشك ويخلق الفتنه ما بين كل مواطن واخوه. النهارده بقينا بنشوف ان في ناس بقت بتشوف ده، لكن الناس ما بقتش بتصدق ده، وده شفناه في الفتره الاخيره بعد دعاوى كتيره جدا ليهم بان هم الدعاوى التخريبيه، لكن وعي المواطن المصري اتغير. تمام. المواطن المصري في 2011 و2010 غير المواطن المصري النهارده في 2019 و2018. جميل. الاستاذ محمد قال جزئيه مهمه انا هرجع لك فيها عشان خاطر توثقها لي تاني، ان ده مش اول مره تركيا بتستخدم هذا الاسلوب، ومش اول مره الحقيقه دايما الدول او مش الدول اللي كنا بنتكلم مع ضيف الاستاذ الدكتور احمد موسى على الدول اللي هي مبنيه على شيء قومي اللي هي بتحب التوسع وعايزه تعيد الامجاد القديمه الخاصه بها على حساب الدول المجاوره بتستخدم هذه الوسائل في التغلغل قبل ما تحرك قوتها، ودايما هذه الوسائل بتبقى لاضعاف الدول وتفكيكها من الداخل. استاذ رضا، وصلت مع الاستاذ محمد للوعي وان المواطن يبقى مدرك للي بيتقال له ويقدر يحلله ويقدر يقف عليه ويعرف الصدق من الكذب ويفرز ويشوف بعينه ويقدر يعني يكون هو خط الدفاع الاول من خلال حتى على الاقل خالص عدم ترديد الشائعة. هو انا استكمالا لكلام الاستاذ محمد بالنسبه للوعي اللي حصل عند المواطن ليه اسباب كثيره جدا، هو ان الدوله بدأت تعرض المشاريع بتاعتها وتعرض الشغل اللي بيحصل في الدولة بشفافية بينها وبين الشعب، وده شفناه في المؤتمرات الشبابية اللي بتحصل. فحصل في حوار بين القيادة وبين الشعب وبين الشباب، فعطى مصداقية عند الشعب أو المواطن إن هو بيشوف اللي بيحصل قدام عينه، فبدأ إن هو يقارن ما بين اللي بيسمعه في قنوات الأفاقين الكذابين اللي هم بيتمنوا خراب مصر ودمارها ما بين اللي بيشوفوا في الحقيقة قدامه في إعلامه في بلده. فأنا بعيب على الإعلام بتاعنا في مصر إن هم بيعرفش الإنجازات اللي موجودة. لما يبقاش عندنا برامج طلع بتعرض توجه الناس لتشوف الإنجازات اللي حصلت في البلد إيه، يكون في برامج في كذا مكان في الأماكن اللي موجودة المدن الجديدة اللي بتتعمل، يكون في توعية كاملة للناس بالحاجات اللي بتتم على أرض مصر. لأن أنا لازم أوسع ناس شغالة 24 ساعة في دماغ احنا النهاردة بس في الحلقة دي نزلنا يمكن أكتر من 5 تقارير عن إنجازات في الإسكان في الاستثمار في مواجهة البطالة وفي كل الحياة في أكتر من مجال، وده المطلوب من الإعلام. ده المطلوب وده واجبنا إحنا إن إحنا نوجه الناس ونشوف الناس، مش هنقول إن إحنا نوجه، إن إحنا نعرض للناس الحقيقة كاملة اللي هو موجود اللي هو يكون موجود على أرض الواقع. لكن أنا القنوات دي والناس دي بتشتغل على إنها بتاخد ده بتحوله على طول لحاجه سلبيه، بحيث ان هو بيشتغل على دماغك فتره ورا فتره، لان هو بيحاربك فكريا مش بيحاربك ابدا اقتصاديا. لان هو لو حاربك فكريا انت بالفكر بتاعك بتبدا تتجه له وبتسمع كلامه وبتبدا تخرب وبتبدا تتجه لامور معينه، بيعمل لك حاله من الاحباط، حاله من الياس، فمش هيبقى عاجبك اي حاجه موجوده حواليك حتى لو كويسه وانت شايفها كويسه. دايما يمسك رقم او يمسك حقيقه صغيره ويبدا يعني ينسك حواليها الكذبه الكبيره، يبدا ينسك عشان انت تصدقها، وبيحط لك السم في العسل. فمستحيل ان انا اقول لك مثلا ان الاستاذ محمد مثلا راجل ماسك منصب كبير ووضعه 1 2 3، لا انا بتكلم الاستاذ محمد راجل خدوم، الاستاذ محمد وضعه كذا، لا انا بديك المعلومه وانت بتنسج حواليها كل التفاصيل اللي انت عايزها. فانا بوجهك بطريقه غير مباشره، بتعامل معاك من خلف الستار زي ما بيقولوا. لا انا عايز الشعب يكون واعي، يكون عنده فكر، والحمد لله ده حصل. يعني زي ما ذكر الاستاذ محمد الناس في 2010 2011 غير الناس في الوقت الحالي لسبب كبير جدا اللي هو بقى فيه شفافيه ووضوح لكل حاجه بتحصل في مصر. خلينا نتكلم بالبلدي، هو ايه بقى يعني عرف الفولة رايحة فين وجاية منين، هو عايز البلد اللي بيستهدفها ده عايز البلد يعني عندنا القنوات دي، ما اللي بيحصل حوالينا في الدول التانية ليه بيتكلموا عن اللي بيحصل في مصر بس؟ ليه ما بينتقدوش اللي بيحصل في الدول اللي حواليهم؟ يعني عندنا بيحصل مشاكل في سوريا، في تركيا نفسها بيحصل، في قطر داخل قطر بتحصل مشاكل وانتهاكات لحقوق الإنسان ما بيتكلموش عليها، لأن هم ولي نعمتهم الناس دي بتدفع لهم فلوس. يا ريت الناس تفهم وتعي الكلام ده. احنا مش عايزين مثلا نقول ان هم الاخوان متجهين للقصر، لا ده هم اساسا اللي ابتدعوا الكذب والتسويف والفتن ونشر الشائعات.
في خلايا نايمة كتير جدا داخل المؤسسات في مصر، ولازم الدولة تاخد بالها من الموضوع ده. في ناس بتنشر الشائعات بدون ما تفكر، وفي بدون يعني إدراك للشائعة نفسها بسبب السوشيال ميديا واللي بيحصل فيها. إن أنا بشاير بدون جراية، باخد رأس الموضوع، باقي الموضوع الملخص والقلب بتاعه أنا ما بقرهوش. فبنطلب الناس تقرا المواضيع اللي هي بتشيرها وتتحقق منها كويس جدا، تعرف مصدرها. يعني الشير ده يعني ده امنية شخصية، يعني انه هو لازم زرار يتشال اصلا او اوبشن يتشال خالص من الفيسبوك. لكن انت قبل ما تعمل الشير ده اعمل حسابك ان انت بتتكلم على لسانك، وهتتحاسب على كل كلمة انت نشرتها، لان هي اللي بيقراها على اساس ان انت قلتها من على لسانك. وفيما معناه يعني الكلام او الحديث بما لم تسمع ده في حد ذاته اسم كبير يحسب عليه وتحاسب عليه. يمكن الاستاذ رضا اتكلم على جزئيه الشائعات، وفيما يخص هي الحقيقه سلسله كبيره جدا، مش بس حتى يوم ما بيتم افتتاح مشروع او كده، لا ده سلسله من الشائعات تستهدف حياه المواطن اليوميه. يمكن كان في الفتره الاخيره واتكلمنا على نموذج زي كده، اتكلموا عن اللحوم، اتكلموا عن التموين وعوده المحذوفين. هنشوف تقرير وارجع لضيف الكريم وخاصه الاستاذ محمد، ان وعدته يأصل لي الموضوع ده تاريخيا عن تركيا ازاي بتستهدف تفكيك الدول من الداخل، مش بس من خلال الشائعات ولكن عبر جواسيس وعبر عيون وحاجات زي كده، كانت زمان مشهوره جدا لان كان وسائل التكنولوجيا الحديثه لسه ما ظهرتش. فهنشوف التقرير ورد على شائعات الجماعة الإرهابية الخاصة بعدم عودة المحذوفين التموين بترد من خلال هذا التقرير. يتم الآن فحص كافة التظلمات المقدمة لإدارات التموين بجميع المراكز لعودة المحذوفين من البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد. بالنسبة لإضافة المواليد لسه لغاية دلوقتي، إن إحنا طبعًا بنضيف دلوقتي المواليد من 2006، إحنا كمحافظة المنيا عندنا بالأوراق اللي إحنا وصلناها للإنتاج الحربي 900,000 مولود في محافظة المنيا. لسه لغاية دلوقتي بعد تنقية البطايق طبعًا، وأنت عارف التظلمات والكلام ده كله، هيبدأ إضافة المواليد بناءً على التعليمات معالي الوزير. بعد ما ينتهي من موضوع تنقية البطايق هتبدأ إضافة المواليد. إضافة المحذوفين بقى. إضافة المحذوفين حضرتك إحنا بناءً عن تعليمات السيد رئيس الجمهورية وتعليمات معالي وزير التموين، بالنسبة للمحذوفين كانت في ناس تقدمت تظلمات من يوم 19/9 لغاية 30/9، تم قبول جميع التظلمات بتاعتهم وتم نزولهم في البطايق من 1/10. يعني حضرتك من 1/10 كل اللي قدموا تظلمات في شهر 9 نزلوا في 1/10. يمكن على مستوى الجمهورية زي ما أعلن معالي وزير التموين 1,800,000 مواطن نزلوا على البطايق من يوم 1/10. عبد فاروق رئيس مكتب التموين الشمالي. سمعنا تعليمات من وزارة التموين لعدد بعض المحذوفين من بطاقات التموين. طبعا كان في اجتماع مع السيد وكيل الوزارة يوم الحد فات، وكان في تعليمات ان احنا في تظلمات تتقدم على الناس، كل الناس اللي فيها تظلمات اذا كانت كهرباء او اناره او اي او سيارات او كده، ان احنا نسهل العمليات لاي مواطن. والحمد لله في تظلمات زي ما انت شايف كده، عدد كبير من الناس كده جت، واحنا الحمد لله بنجاب كل حاجه. عملنا مجهود جامد كل المحافظات ال 27 محافظه، احنا بناء على تعليمات معالي وزير التموين عملنا مجهود جامد. معالي وزير التموين اصدر توجيهات ان يوم الخميس دوت ان كل الناس اللي معهاش بطايق او اللي فيها بطايق او البطاقة بتاعتهم مش شغالة او السيستم مش شغال يصرفوا عيش. والحمد لله ما كانش عندنا مشاكل في محافظة المنيا بناء على تعليمات الوزير. احنا مدينا مد معالي الوزير الصرف التموين صرف العيش من لغاية 8 بالليل، وبعد كده مدها لغاية 11 بالليل. الحمد لله جميع المخابز اشتغلت بصفة مستمرة، ما عنديش اي انقطاع من المخابز. المخابز حتى سواء السيستم شغال او مش شغال منقطع، العيش كان منتج واعطينا الناس كلها عيشها، ما كانش في اي مشكله عندنا في محافظه المنيا. كل تظلم بيختلف عن التاني. مثلا لو في فاتوره كهرباء يبقى بيقدم عن فاتوره الايه؟ الكهرباء. اما اذا كان سياره فبيجيب حاجه من المرور بتفيدت، هو يعني عنده سياره واحده. هل هناك اضافه مواليد جدد في الفتره لا حاليا لا. حاليا مش اضافه مواليد. مرة تانية أعزائي المشاهدين، ووصلنا مع حضراتكم إلى آخر جزء من حلقة النهاردة وصباح الصعيد.
الحقيقة أنا كنت واجهت بالسؤال للأستاذ محمد الشوكي عن التأصيل التاريخي لمثل هذه الحروب، وتحديدا مثال كان تركيا وعملت ايه قبل كده. لكن خليني ارجع لنموذج صغير عشان يبقى مدخل بس الكلام الاستاذ محمد. كان في ناس بتتابع فيديو خاص بداعش وهم بيقتلوا ناس ويكبروا، يعني بيقولوا الله اكبر فوق ضحايا. واثناء الغزو التركي لشمال سوريا كانت في ناس بتتقتل وبرضو بيكبروا. ففي ناس بيلتبس عندها الامر، بيقول اكيد الفئة دي على حق، مين اللي على حق ومين اللي على باطل. خلي بالك ان اللي قتل سيدنا عثمان بن عفان وكان واقف فوق راسه وهو بيقتله كان بيكبر. فبالتالي بيستخدم الدين في عكس ما انزل فيه وفي عكس ما يتم توظيفه فيه للوصول الى الهدف والوصول الى الغاية والوصول الى يعني هدم دول والسيطرة وحكم وانظمة وحاجات سياسية معقدة كتيرة جدا. لكن هو في الاخر بالنسبة لهم مطية ووسيلة للوصول للهدف بتاعهم. استاذ محمد يمكن حضرتك اشرت الى ان نفس هذا النموذج في غزو الدول داخليا بالفكر ومحاولة خلخلة العلاقة ما بين المواطن والمواطن والمواطن والمؤسسات بتاعته عشان خاطر اقدر اسيطر على مثل هذه الدول وافككها من الداخل. في فترة من الفترات في القرن الخمستاشر كان الملك سليمان هو السلطان العثماني وكان هو اللي موجود في تركيا، وكان عنده حلم التوسع الكبير قوي وان هو يحكم كل الدول الإسلامية وان هو يكون أمير المؤمنين والخليفة. بدأوا يشتغلوا على مصر في القرن الخمستاشر بنفس الطريقة. ازاي؟ بدأوا يجندوا ناس، وفعلا قدروا يجندوا واحد كان اسمه خيرت بيك، وهو عرف في التاريخ باسم خاين بيك. الراجل ده قدر يجندوه ان هو كان قائد الجيش وكان الذراع الايمن للسلطان الغوري، وبالفعل توجهوا لمعركة مرج دابك في سوريا، وبدأوا ان هم كان في معركة المفروض هتكون على ارض سوريا ضد السلطان العثماني وللدفاع عن مصر. فوجئ ان هو خاين بيك ده خان الجيش والسلطان الغوري اتقتل هناك، وكان وعد الملك سليمان او السلطان سليمان ان هو يخليه فعلا حاكم مصر، وبالفعل اتقتل السلطان الغوري ورجع هو بعد كده على مصر خاين بيك. طبعا الجيش تفتت هناك واتبقى مجموعة صغيرة من الجيش، كانوا مجموعة من القادة رجعوا على مصر. طبعا ما كانش لسه حد فاهم ايه اللي حصل هناك او ايه اللي حصل، الخيانة اللي تمت ايه جات منين بالظبط. لحد ما بدأت القوات العثمانية ان هي اللي هم كانوا بيسموهم جيش الانكشاريين في التاريخ، بدأوا ان هم يجوا على مصر وبدأوا يواجهوا الاشرف تمام باشا. اشرف تمام باشا يمكن بطل مصري كتير من المصريين ما يعرفوش عنه. الراجل ده قاد معارك دفاعا عن ارض مصر، معارك يعني شهد ليها يعني المصريين كلهم، لدرجة ان اول معركة لما بدأت المواجهة كانت في قلب القاهرة وكان اسمها معركة الريدانية. دي كانت موقعها في العباسية حاليا، حاليا العباسية، وكانت يوم خميس يعني على ما ذكر في التاريخ في كتاب ابن الياس. تاني يوم كانت الجمعة وصلت ان في الازهر وان الناس وقتها كبروا باسمه وهتفوا لان كان عدد ضحايا جيش العثمانيين كان كبير جدا، وقالوا ان هو خلاص فعلا وكان فعلا قرب ينتصر عليهم. قاد بعدهم معركة تانية في كان اسمها دوران امبابة ومعركة تالتة في شبرا، وما كانوش قادرين عليه مع ان اللي كان وقتها ما كانش جيش نظامي كبير، يعني ما كانوش مدربين، ده كانوا من المصريين لان اغلب الجيش فقد فعلا في معركة دار مرج دابك. وبالفعل قدر ينتصر عليه عسكريا، لكن هم قدروا برضو ينتصروا عليه بالخيانة، وقدروا ان هم يجندوا حد في الغربية كان اسمه حسن ابن مرعي، كان حاكم الغربية وقتها كان من المماليك، وقدر ان هو يحط له زي مخدر في الاكل وقدر ان هو يتقبض ايه يقبضوا عليه وهو نايم. بعدها ظهر بقى خاين بيك وهو اللي حكم مصر، وكان اخوه قيتباي كان هو حاكم الاسكندرية، ودي طريقة تركية طول عمرها بتتعامل بيها. وعلى فكرة يعني الجيش العثماني ما خدش حروب، اي حرب خدها ان هي دفاعا عن الاسلام اصلا، ده كان بيحارب الدول الاسلامية لاخضاعها هو في نفس الوقت، وضحايا من المسلمين كان الدم كله اسلامي، هو في نفس الوقت كان اعلن نفسه خليفة، وكان لسه في خليفة موجود اصلا، كان مركز الخلافة موجود في الاندلس، وترك الاندلس تسقط في حروب الاسترداد. تمام، بل بالعكس ما دفعش عنها اصلا. حبيت توثق بس الجزئية دي مع الاستاذ محمد عشان خاطر واحنا بنتكلم نبقى فيه يعني ربط بالاحداث والتوجهات الاستعمارية اللي مبنية او اللي بتصدر للناس يسردها الصورة بشكل ديني بقى، وجيش المحمدي والشكل اللي هو انا خايف عليكم وبقول لكم الصح فين والغلط فين، صورة يجب ان يتوقف عندها المصري بشيء من يعني اقول ايه
كل عقله يبقى مركز، لان ما بعدها الهلاك اكيد. يعني دي جزئيه مهمه جدا. الفكره كلها يا استاذ محمد ان كل اللي بنشوفه ده، ان حتى العصابات الارهابيه او الارهابيين او داعش او غيره او الجيش مش عارف ايه او الثوريين او رفع رايه الاسلام، كله بيتعامل باسم الاسلام والاسلام منهم براء. فاحنا عايزين الناس تاخد بالها كويس جدا، مش كل مثلا واحد بيتكلم باسم الدين من الناس دي بيتعامل وبيقتل، برضه ما هو بيقتل مسلم وبيوقف فوق دماغه بيكبر. طب انت عقلك فين؟ ما تدرك الامور اللي بتحصل حواليك، تدرك الخطط اللي بتحاك ضد الدوله، تفهم الناس دي موجهه ليه ضد مصر. دي حلم من زمان عندهم، السيطره على العالم الاسلامي، مع ان هم بيقتلوا في العالم الاسلامي وبيقتلوا في المسلمين. لكن ارجع بالتاريخ شويه لورا وشوف ايه اللي تم في الحروب اللي فاتت، ايه اللي مين اللي انتصر، مين اللي كان بيحاك ضدك المؤامرات. لان هو مش هيستخدم لك برضو زي ما ذكر استاذ محمد دبابه ولا طيران ولا الكلام ده، هو بيستخدمك فكريا، بيحاول ان هو يزرع لك فتن، بيزرع لك تشكيك في مؤسساتك، تشكيك في الجيش بتاعك. لو احنا درسنا الدنيا كويس والخريطه بتاعتنا كويس، هتلاقي جيش قوي موجود في الدول العربيه لحد النهارده لسه متماسك. انت عندك مؤسسه قويه جدا، مؤسسه وطنيه اسمها الجيش المصري، لازم تفخر بده قدام العالم كله. مع ذلك هم عايزين يعني يوجعوا البلد باي طريقه، بس بطرق مختلفه اللي هي ملتويه تحت عباءه الدين. والحقيقه كان اعاده او الرؤيه الخاصه باعاده من ابان مكان المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، اعاده التسليح وتنوعه واضافه قطع جديده وتنوع الناس اللي هي بتورد لك السلاح عشان ما يبقاش حد متحكم فيه. بالظبط، كانت في رؤيه مسبقه للوضع اللي هو في ماشي فيه المستقبل. لان انت عندك تنميه مستدامه كامله لازم يكون بيحميك جيش قوي. لان انت بتشتغل وقت مصر بقت اكبر دوله استثماريه في مجال الطاقه المتجدده. الكلام ده لازم يكون الناس كلها عندها علم بيه، وهي بقت سوق استثماري للعالم كله. كل الناس بتتمنى تيجي تستثمر عندك في الطاقة المتجددة. لو انت ما عندكش جيش قوي عارف يوقف البلد على رجليها ازاي ويحميها ازاي، كان زمانك من الصبح يعني بقى فيه. واكتشافات المتوسط او اكتشافات المتوسط، عندك برضو البحارات اللي بتتم، الصوامع اللي اتعملت، الصوبة الزراعية اللي بتتعمل، استصلاح الاراضي اللي بيتم، المدن الجديدة. حد كان يحلم ان العاصمة الادارية اللي كانوا بيشككوا بيها فيها برضو بيقول لك اني رايح ابني في الصحراء، اتعمل عندنا مؤتمر زي الفل. مؤتمر اللي حصل الاخير بتاع الشباب ما اتعمل في العاصمة الادارية. عندك مسجد من اكبر المساجد في الشرق الاوسط، عندك وضع مختلف غير الاول. تفضل. تاريخيا الناس اللي بتقتل باسم الدين، الناس كتير استغلت الدين على مدار التاريخ لخدمه اهواءها هي الشخصيه، الاغراض. زي مثلا حضرتك ما ذكرت فكره قتل عثمان. عثمان بن عفان قال لهم القران بيني وبينكم، انا في مدينه رسول الله. يعني هم لما دخلوا عليه عليه الصلاه والسلام كان هو في يعني في ايده المصحف وبيقرا القران، ولا وذبحوه من العنق للعنق. يعني انت فاهم، وذبحوه في مدينة رسول الله ويعني عليه الصلاة والسلام. فالناس دي دايما بتستغل الدين، لكن الدين المستنير الإسلام على مدار التاريخ أكرم جميع الأديان. اليهود لما هربوا من المغول في من آسيا لأوروبا، ومن أوروبا الأندلس هي اللي احتوتهم، وحاكم الأندلس هو اللي استقبلهم ووفر لهم كافة سبل الراحة لحد ما حصل بعد كده حروب الاسترداد. وبرضو لما خرجوا راحوا على الدولة العثمانية، وكان لهم هناك قصة طويلة وإزاي قدروا كمان يوصلوا للحكم في الدولة العثمانية عن طريق ستة والسحر. الإسلام إسلام إنسانية، إنسانية، رسالة إنسانية قبل كل حاجة. وفي نفس الوقت الإسلام لما دخل مصر لم يقتل مسيحي، ولم يهدم مسجد، ولم تهدم يقتل كنيسة، ولم تهدم كنيسة في ولم تهدم كنيسة في أورشليم، ولا لا ولم يقتل مسيحي واحد لا في مصر ولا في القدس. يعني فده ناس بتستغل الأهواءها هي، وابحث دائما عن التمويل، وابحث عن التمويل والأغراض، فلوس جاية منين بالظبط، والهدف من وراها ايه، الهدف ايه واللي هو. بس دي الحقيقة حرب شرسة جدا. يعني دايما حتى بيقولك الحرب والضروس والقوات وضربات سواء جوية أو مدفعية أو كده، لكن على ما أعتقد دي أسهل من الحرب اللي احنا بنتكلم عليها، لأن مواجهتها بتبقى معروفة وعدوك معروف وكل وأدواتك بتجهزها وتجيش جيوشك وبتحط خطتك وبتواجه وتدافع وتعمل كل حاجة. لكن الحقيقة الحرب الخفية دي اللي هي بتستنزف مقدرات الدولة وبتستنزف علاقتك حتى أنت كمواطن ببلدك، وبتحاول تستغلك. معلش، في برضو فئة شبابية ممكن تكون ما عندهاش إدراك ولا وعي، فبالتالي بينجرف
مع اللي المشكله ان هي بتسيطر على عقول بالزبط. الشباب كمان بتوديها الحقيقة موضوع مهم يعني. جدا وموضوع محتاج مننا حلقات وحلقات متواصلين معاكم من خلال شاشه الصعيد الحقيقه على مدار اليوم وتناول مثل هذه الموضوعات الهامه. توجه بجزيل الشكر لضيوفي الكرام اللي شرفوني في هذه الفقره، الاستاذ رضا دسوقي صحفي ومدير عام جريده الكلمه الحره نيوز، شكرا لك يا استاذ رضا. والشكر موصول للاستاذ محمد الشوقي الصحفي في جريده وموقع الكلمه الحره نيوز، شكرا لك يا استاذ محمد، اسرتنا الحياه بالمعلومات التاريخيه. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، وزي ما كان دايما بنقول والحقيقه كان في مثل صيني كمان بيحضرني، قد لا تلقي بالا بالحرب النفسيه ولكن الحرب النفسيه تستهدفك انت. يعني انت مش ممكن تقول ايه اللي بيقوله ده كله، لكن هي كله ده عليك انت وبيستهدفك انت، فخد بالك لان النتيجة ممكن تكون مدمرة. مش هتلاقي إلا نفسك ولا وطنك ولا أهلك ولا بيتك ولا كل الأمان اللي انت عايش فيه. فبالتالي يجب أن تكون مدرك جدا وتعلم اللي حواليك وترسخ ده في أولادك والجيرانك وتعلم الناس. ده أقل شيء وأقل الإيمان أن انت تنشر الإيجابية وتنشر الوعي لدى المواطنين عشان خاطر نقدر نواجه هذه الهجمة الشرسة التي نالت من دول وليست منا ببعيد الحقيقة. كل الشكر والتقدير لكم أعزائي المشاهدين، والتقيكم على خير في حلقات أخرى على الهواء مباشرة، وإلى الملتقى.